أيقظت في الإنسان كل فضيلة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، والحلقة الأخيرة من حلقات برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، وأن يجعلنا من المقبولين في شهر رمضان يا رب. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين في شهر رمضان يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، الحلقة الأخيرة في هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون دائما على صلة ومع الحبيب محمد دائما في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل ليلة وفي كل وقت، إلى أن نكون مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب يا رب العالمين. تكلمنا مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج عن أمور عديدة، وتكلمنا عن جوانب كثيرة وعديدة في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الرسول المربي، تكلمنا عن الرسول الرؤوف الرحيم، تكلمنا عن الرسول المعلم، تكلمنا عن الرسول القائد، تكلمنا عن الرسول في القرآن، تكلمنا عن الرسول والصحابة، تكلمنا عن الرسول والدعاء. واليوم مع آخر حلقة في هذا البرنامج في شهر رمضان المبارك، مع الحبيب محمد والإنفاق، مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الآخر، مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الخير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذات يوم سأل: من منكم اليوم أصبح مسكينا؟ من منكم اليوم قد زار مريضا؟ أنا يا رسول الله، سيدنا أبو بكر. من منكم اليوم قد أعان مسكينا؟ من منكم اليوم قد زار مريضا؟ من منكم من منكم من منكم؟ فيقول سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. اليوم نقول، ننادي على أمة الحبيب، وفي آخر أيام شهر رمضان وقبل انتهائه وانقضائه بساعات، في يوم الجائزة، في يوم الثواب، في يوم المغفرة، في يوم الخاتمة، والإنسان يبعث على ما مات عليه. والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. صمنا وصلينا وقمنا وقرأنا القرآن، ولكن كثير من الأحباب وكثير من المشاهدين أصابه كسل، بدأ يتراجع عما كان في البداية، في بداية شهر رمضان، صيام وقيام وذكر ودعاء وتهجد وصلاة ودعاء وتضرع وخشوع لله سبحانه وتعالى. ولكن بمجرد انتهاء ليلة 27 بدأ الكل يتكاسل، بدأ البعض يتكاسل، بدأ يعود إلى ما كان قبل رمضان. ولكن هنا في برنامج مع الرسول ومع ختام برنامج مع الرسول نقول: لا، رمضان لم ينتهي إلى هذه اللحظة، رمضان لم ينتهي، والعبرة بالخواتيم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، النهاردة حلقتنا حلقة مهمة جدا، وحلقة خاصة، وشيء جميل أن ينتهي البرنامج مع اهتمامنا وشعورنا وإحساسنا بالمسلمين في البلدان العربية والإسلامية الأخرى، اهتممنا وتواجدنا مع الفقراء في مصر في كل مكان بفضل الله رب العالمين على قدر المستطاع. ولكن مع ختام البرنامج اليوم نهتم بالمسلمين في منطقة منسية، نهتم بإخواننا المسلمين في منطقة لم يتكلم عنها أحد، في منطقة للأسف كثير من الدعاة لم ينتبه إليها ولم يتحدث عنها، بل الكل يتحدث عن سوريا، والكل يتحدث عن اليمن وعن ليبيا وعن الصومال وعن أشياء كثيرة، ولكن وعن بلدان كثيرة، ولكن من تحدث وتكلم عن أريتريا؟ عن أريتريا ممكن حد يقول لي: إيه المكان ده؟ إيه الاسم ده؟ هنعرف أشياء عديدة. والمسلم للمسلم كالبنيان، نتكلم في أمر مهم،
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب العالمين. ولكن في البداية يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ سلطان عمر، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة إيثار للإغاثة البريطانية. أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك. الله يسلمك، جزاكم الله خير. أيضا يسعدنا أن يكون معنا معالي الدكتور صلاح الدسوقي، الأمين العام للجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر. أهلا وسهلا، سعداء بحضرتك. ولكن حنستأذن حضراتكم ونستأذن مشاهدينا الكرام مع الختام. تجولنا في كثير من المناطق مع الأيتام والمسنين وعمال النظافة إلى آخره، ولكن مع ليلة الختام وختام القرآن والدعاء والتضرع، في أي مكان تواجدنا فيه؟ هل تواجدنا في مساجد معروفة ومشهورة ومناطق راقية، أم تواجدنا في أين؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير الآن مشاهدنا الكرام. لك ربي يا رسولا للورى، يا من بفيضك يرتوي الظمآن، يا من بسنتك العظيمة نهتدي، والشرع فينا والتقى عنوان. أيقظت في الإنسان كل مشاهدينا الكرام في كل مكان النهاردة، ومع آخر أيام وليالي شهر رمضان المبارك، احنا متواجدين النهارده في مسجد سفينه النجاه بمنطقه الزاويه الحمراء بمحافظه القاهره، من اجل ان نتواجد وننقل لكم مشاهدينا الكرام صلاه العشاء والتراويح وختم القران الكريم والدعاء والتضرع والمناجاه لله سبحانه وتعالى. على الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المقبولين ومن المعتوقين في شهر رمضان. مشاهدينا الكرام، احنا دايما بنقول ان احنا لابد ان احنا نتواجد في كل مكان. النهارده تركنا المساجد الكبيره وتركنا الاماكن المعروفه والمشهوره والائمه المعروفين، واردنا ان احنا نتواجد في المناطق الشعبيه من اجل ان نكون معهم، من اجل ان نؤكد لهم ان قناه الرحمه لا تنفصل عنهم ابدا، وبان قناه الرحمه لا تهتم فقط بالمساجد الكبيره وبالدعاء المشهورين، وانما تهتم بالمساجد الكبيره في المناطق الشعبيه وبالائمه المتميزين في المناطق الشعبيه، وهذا ما سنؤكده لحضراتكم بعد لحظات. تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام ندخل مسجد سفينة النجاة ونعيش هذه اللحظات الكريمة المباركة مع صلاة العشاء والتراويح ودعاء ختم القرآن. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله أكبر الله أكبر اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم يا رحمن يا خالق الإنسان يا معلم القرآن يا من علمت الإنسان البيان اللهم اغفر لنا الذنوب واستر فينا العيوب وتب علينا لنتوب وتب علينا لنتوب وتب علينا لنتوب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم تقبل منا رمضان تقبل منا رمضان تقبل منا رمضان اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا عصام شند حفص والله طبعا رمضان شهر كريم افاض علينا باليمن والبركات والخير وهو شهر القران وشهر القيام والتهجد وشهر فيه البركات ونتمنى أن يكون كل العام رمضان والله إذا رحل عنا رمضان فنحن نبكي ونبكي ونبكي ونتمنى أن يكون رمضان مش 29 يوم ولا 30 يوما ولكن كل العام حتى يتقبل الله منا ويتغمدنا برحمته ويدخلنا جناته ونكون مع الكرام البررة الصفرة ويلهمنا الله من عنده الجنة ونكون في عليين ويكرمنا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأن نشرب شربة هنيئة من يديه ثم يكون الفوز الأكبر برؤية الله إن شاء الله في الجنة نتمنى يا رب حق نبيل عبد الرحمن حق نبيل يعني قول لي شعورك النهاردة وإحنا مع يعني ختم القرآن الكريم وآخر أيام رمضان وبعد ساعات نستقبل عيد الفطر المبارك أنا يكفيني فخر أن أقول لك أن أنا شفت ليلة القدر أول امبارح وصورت الشمس وعشت في الحته اللي انت قاعد فيها ديت لحظات حياتي عمري في حياتي ما عشتها هنا هو في اللحظه اللي انت في الحته اللي انت في نفس الحته اللي انت بتسجل فيها حضرتك دي معايا شفت حاجات ما وحسيت بحاجات عمري في حياتي ما حسيتها ولا شفتها وفي موقف يعني مستحيل ما يوصفش ما يوصفش وبعدين طلعنا بره شفنا الشمس وشفنا الطريق احنا اكتر من واحد فأكدنا أنها فعلا كانت يوم 27 دكتور أحمد علي
والله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. يمكن إحساس جميل، يمكن من أفضل الأيام اللي بتمر علينا في السنين كلها. يمكن أول مرة انتخاب رئيس جديد، تيار إسلامي أصبح للإسلام رجاله على الأرض حاليا بيمثلوه، فنحمد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الأيام علينا ببركاته ونفحاته إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، واجعلها فاتحة خير على الأمة الإسلامية جميعا يا رب. وحد هذه الأمة تحت علم وراية واحدة إن شاء الله بإذن الله يا رب العالمين، وليخسأ من يخسأ وليذهبوا إن شاء الله بإذن الله يا رب العالمين. فوز محمود عبد الغفور. حاج فوز قول لي كده النهارده شعورك واحنا في ليله خير. والله احنا يعني مبسوطين جدا، وده اول مره تحصل في يعني بقالنا 33 سنه بنصلي هنا، ده اول مره تحصل في الجامع ان تيجي قناه الرحمه تسجل معانا هنا، واحنا سعداء بيكم، وده حاجه تشرفنا بالشيخ محمد حسان، لان هو اللي فاضل دلوقتي، يعني فاضل، هو اللي فاضل في الدعوه. كل الدنيا زي ما انا قلت لحضرتك من شويه، كل الدنيا مشغوله بالسياسه، ما عادش حد بيتكلم في الدعوة خالص. فزي ما أنا قلت لحضرتك من شوية، أنا وصلتك رسالة، هو الأول وهو الآخر، ما فيش غير ربنا، ودايما بنقول يا ربنا. هو احنا ليه غير ربنا؟ بس يعني بس ده اللي أنا بطلبه إن احنا نحب بعض. مجدي أحمد منصور، أمين عام مسجد سفينة النجاة ومدير عام في وكالة أنباء الشرق الأوسط. والله شعور طيب جدا ان قناه الرحمه زادنا الشرف انها تيجي تنقل صلاه ختام القران في مسجدنا، ونحسس الامه الاسلاميه ان المسجد ده شيء كبير جدا في حياتها. ومسجد سفينه النجاه ده من اقدم مساجد الزاويه الحمراء، لانه اقدم مسجد تاسس سنه 58، ونتمنى ان يكون مركز للدعوه في الزاويه الحمراء وشمال القاهره باجمعها ان شاء الله باذن الله. بوجه كلمة من قناة الرحمة، إن ربنا يقوي الشيخ محمد حسان اللي هو ماسك قناة الرحمة، وبدعو الرئيس بتاعنا إن ربنا يحميه ووفقه ويبعد عنه كورونا السوء، ومدعي له إن ربنا يوفقه، ربنا يوفقه ويبعده عن كورونا السوء كلهم. بس وادي اللي بطلبه من ربنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مباشرة أخير حضرتك أستاذ منهم اللي أنت شرفتنا وقبلت الدعوة مننا، وأدعو الله أن يوفق ولي أمنا ويصلح حاله يا رب، ويوفقه لما يحب ويرضى، وأن أسأل الله أن يرزقه البطانة الصالحة، وأسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر الشيخ محمد حسان الرجل الطيب الصالح الذي يدعو لله سبحانه وتعالى بدون رياء ودون نفاق. واشكر حضرتك مرة تانية وشكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، ده كانت رحلتنا النهاردة في مسجد سفينة النجاة بمنطقة الزاوية الحمراء. كان هدفنا ان احنا دايما بنؤكد وبنقول ان قناة الرحمة ستكون موجودة في كل مكان، وها نحن نحقق ما نقوله بفضل الله رب العالمين. ابتعدنا عن المساجد الكبيرة، ابتعدنا عن الأئمة المشهورين والمعروف عنهم ب الشهرة إلى آخره، ولكن أردنا وقررنا أن احنا نتواجد في منطقة شعبية، في مسجد من المساجد المهمة في هذه المنطقة. في النهاية بنقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقبولين في شهر رمضان يا رب العالمين. لك ربي يا رسولا للورى، يا رب يا رب اجعلنا من المقبولين يا رب في شهر رمضان، واجعل كل يعني ما قمناه في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين. أستاذنا الأستاذ سلطان، ندخل في موضوعنا، وكان يعني شيء جميل أن تكون نهاية البرنامج في المسجد. بدأنا مع الفقراء وانتهينا في المسجد وختام شهر رمضان، وختام الحلقة والفقرة الرئيسية والأساسية في البرنامج مع المسلمين في أريتريا. محتاجين نعرف ونتعرف أكثر وأكثر على مأساة أخواننا في أريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة، يا رب. بمناسبة هذه اللحظة العظيمة التي يكاد ينتهي رمضان أخي أستاذ ملهم، نسأل الله أن يجعلنا عتقاء شهر رمضان يا رب، وأن يعود إلينا هذا العام أعوام مديدة وزمنة عديدة يا رب. وبمناسبة هذه اللحظة العظيمة، اسمح لي أن أهنئ الشعب المصري العظيم متمثلة في رئيسها العظيم الدكتور محمد مرسي، وعلى الشعب المصري بأطيافه وعالمنا الإسلامي والإنسانية بجميعها أن تعود هذه المعالة الأمن والأمان وبفتح والنصر على المسلمين المستضعفين حول العالم يا رب. وأشكر قناة رحمة التي أتاحت لنا مرة ثانية أن نكون في هذا المجال،
وفي هذه الليلة الخاصة التي لحظات ينقضي فيها رمضان، لعل رب السماء يتنزل يشهد على كلامنا هذه اللحظات الرقيم الهام يا رب. هي قضية إريتريا هي من قضايا التي أصبحت في طي النسيان، يعني القليل كما قلت حضرتك في المقدمة، القليل الذي يتناول قضية إريتريا. نحن نكن ونقدر كل قضايا موجودة في العالم، كلها قضايانا، جروحاتنا كلها جروحات المسلمين، وليس فقط المسلمين، بأي إنسان يعاني في أي مكان هو جزء منا، وهذا بتوجيه النبوي وبما نعتقده من ديننا العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يشبه الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منها العضو تداعى لها سائل الجسد بالسهر والحمى. أما قضية إريتريا هي من قضايا التي أصبحت وراء القضبان للأسف. نعم، فنحن نعاني منذ الاحتلال الذي كان قادع في إريتريا سنة 1960 إلى أن زار الاحتلال في 1991، استقلت دولة إريتريا، أصبحت دولة، وما زال الشعب يعاني معاناة. نحن الآن في هذه اللحظة، في هذا اليوم الذي انقضت فيه الشمس، أقل شيء يكون وصلوا إلى شرق السودان، لعل نرى المعسكر في التقرير المقبل، 100 لاجئ بمعدل كل يوم يصل 100 لاجئ إلى شرق السودان، أكثر من 1.5 مليون لاجئ يعيشون في السودان. لا إله إلا الله. كلهم في شرق السودان. وكذلك اللاجئين يعيشون في اليمن وفي إثيوبيا. فنحن صراحة نعاني معاناة ما لها مثيل من ذاك العهد إلى هذا التاريخ. أمتنا التي انشغلت وكثرت فيها الجروحات فنستنا في طي النسيان، وشعبنا يعاني، من يموت في البحار، من تباع أجساده في التجارة البشرية، من ضاقت عليه الدنيا بما رحبت ممن يفتقد. أخي ملهم، انتهى رمضان، انقضى، نسأل الله يجعلنا من عتقاء يا رب. تصور، مر رمضان ولدينا فقراء لا يجد ما يفطرون عليه في رمضان الذي انقضى. يا الله، آلاف منهم يا الله، معسكرات تفتقد أبسط مقومات الحياة الإنسانية. الشهر الذي هو شهر القرآن وشهر الرحمة، هناك مراكز للقرآن الكريم التي نشرف عليها، قال لي رجل قبل رمضان، وهذه شهادة أقولها، ألقى بها ربي يوم القيامة، لم يكن لديه ما يفطر عليه قبل رمضان بيوم، ولا درهم ولا دينار. وهذا كان مركز فيه أكثر من 140 طالب فقير، يتيم، فقراء، مهجرين، لم يكن لديه درهم ولا دينار. من هؤلاء يا أخي ملهم؟ من وصفهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن أهل القرآن أهل الله وخاصته. مرة أخرى في شهر القرآن، مرة لم أخرى يكن لديهم شيء. مرة أخرى، كلنا مرة أخرى. نعم، في هذا الرجل في يعني موقف مهم أخ سلطان، يعني ونحن نناشد الكل الآن، نناشد كل مسلم، نناشد كل عربي، نناشد كل فقير قبل أن نناشد الأغنياء. أين نحن من إخواننا في أريتريا؟ أين نحن من حملة القرآن؟ الكل في بزخ، الفقير في بزخ، انشغلنا بالفقراء هنا، وهذا واجب علينا، ولكن الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن كل مسلم في كل البلدان العربية والإسلامية يحتاج إلينا. اسمع مرة أخرى إلى الأخ سلطان وهو يتحدث ويقول ماذا يفعلون بهم هناك، التجارة بهم، القتل بهم، التهجير، أشياء عديدة، مأساة يعيشونها، ونحن مشغولون بالسياسة، ونحن مشغولون بالإعلام، ونحن مشغولون بقضايا فرعية، وانشغلنا عن القضايا الأساسية اللي ربنا سبحانه وتعالى سيسألنا، سيسأل كل إنسان منا، ماذا فعلت معهم؟ ماذا قدمت لهم؟ ماذا صنعت بهم؟ هل انفعلت معهم؟ انفعال بالبكاء ومصمصة الشفاء، ولا بالإنفاق، ولا بالسؤال، ماذا أفعل معهم؟ كيف أتواصل معهم؟ نريد أن نتحرك، نريد أن نكون أمة إيجابية، نريد أن نكون أمة إيجابية من أجل أن نكون خير أمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس بالعمل والتعاون والتشارك والتآلف والتعاون بين الجميع. نعم أستاذ. نعم، فنحن
نحن لإحياء هذه القضية أستاذ ملهم أسسنا منظمة إقاصية إنسانية مقرها بريطانيا إيثار للإقاصة. الاسم الكامل إيروتيان هون أفريكا ريليف. أحد الأهداف التي أسسنا من أجلها إحياء لقضية التي أصبحت منسية. أخي ملهم لتاريخ لكي أذكر إخواني وأخواتي، نحن منظمة تعمل الإنسان بغض النظر عن انتماء ديني عرقي، لأن ديننا الذي يكرم الإنسان حتى الحيوان. المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم بالنهار حبست الهرة، ما أقنع عنها من دخول، ما حجبها من دخول النار. أخي الملهم لكي أذكر أمتنا الإسلامية، بما أننا نحن في ليلة عظيمة، نحن كنا يوما يا أخي أستاذ ملهم من آوينا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حينما ضاقت عليهم الدنيا في مكة بما رحبت. آويناهم قبل أن يهاجروا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم شعبنا يا أخي ملهم أكثر الشعوب هجرة في العالم، أكثر الشعوب تشردا في العالم، أكثر الشعوب مواجهة للموت والقرق. تابع الإعلام، انظر ماذا يفعل بهم في صحراء سيناء. أرواحنا أصبحت مشردة، ثمن درهم بسيط يباع أصبحت التجارة الرابحة الجسم الإرثي يأخذها. في البحار مالطا وليبيا ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، بل أشد وأمر إن ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت يلجؤون إلى أين تعرف يستسلمونها؟ ضاقت عليهم الأرض مع إخوانهم المسلمين أصبحوا يهاجرون إلى إسرائيل. أكثر من 30,000 إريتري يعيش في إسرائيل وجد عندهم مأوى ومأكل. أهذا عار على الأمة؟ أمة القرآن. الله. فنحن نناشد البشرية يا جماعة، نحن عندنا حق أن نعيش كبشر. نحن يذهبون إلى إسرائيل؟ نعم. ولا يجدون مكانا ولا مأوى في البلدان العربية والإسلامية؟ مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد هذا حال المسلمين الإريتريين وغير المسلمين من الظلم الذي واقع بهم، من التشرد الذي حال بهم. يا أخي حالنا صعبة يا أخ ملهم. وأنا هذه الليلة العظيمة، كل من يسمعني وهذا يوم القيامة، هؤلاء الناس سيتعلقون برقاب الأقنياء والأقوياء حينما يشكرون الله عز وجل. يا ربي تخلوا عننا إخواننا وأمتنا. أنا هنا أناشد البشرية كلها أستاذ ملهم، ليس فقط المسلم، منظمتنا تعمل الإنسان الإريتري، المسلم مضطهد في إريتريا، النصراني مضطهد في إريتريا، كل مشرد. يا رجل الأرض فرقت من الشباب يا أستاذ ملهم بظلم الواقع على الناس. أنا صراحة لا أريد أن أخذ في مجال السياسي، بما أن ليس هناك معاناة إنسانية بدون أن يكون لها خلفية سياسية. لعل السياسة يأتوا لها السياسيين يتكلمون، لكن أناشد يا أخي، أنا كل هدفي أن أجد لقمة أسد بها رمق هؤلاء الناس، قطعة أقص بها العريانين، جرعة دواء نعالج بها المرض يا أخ ملهم. إيثار تناشد الإنسانية يا أخي، إيثار تناشد المسلمين، نناشد الأقنياء. أقنياء مهما كانوا أقنياء أستاذ ملهم يعودون إلى الله يوم القيامة فارقي الأيدي، ويحصى إليهم التراب، وليس لهم وزن عند الله عز وجل إلا بما قدموه. إن كنت أميرا، إن كنت ملكا، إن كنت مملوكا، لحظة خروج روحك تسمى الجنازة. متى سيصلى على الجنازة؟ متى سيصلى؟ ستدفن الجنازة؟ متى ستخرج الجنازة؟ تلقى الله عز وجل فارق اليدين. ونحن نودع رمضان وناشد عبر هذه قناة الرحمة، ويشهد الله رب السماء والأرض، لولا أن أكون في قناة الرحمة الليلة وفي ختام رمضان جذبني هذا المكان العظيم، لأن فيها ناس العظماء. مما أعرفه هذه القناة مما لديها مشاهدة ومتابعة من عالم الإسلام والغربي، الحمد لما الله. أتيت اليوم إلى هذه المدينة من بريطانيا. أنا أعرف فقر في مصر، فقر في عالم الإسلام، لكن فقرا يا أستاذ ملهم ليس له مثيل. ما أتوقع هناك في مصر من يموت من الجوع، لكن عندنا في معسكرات من يموت من الجوع. ما أتوقع هناك من لا يجد جرعة دواء في مصر الحبيبة أرض الكنانة، لكن عندنا من يفتقد في جرعة دواء يموت. هناك يا أستاذ ملهم من يقف للحصول في الماء للطابور 3 أيام. تصور هذه معاناة الإريتريين
في مجملها وناشد الإنسانية وناشد المسلمين وناشد ختام هذا رمضان ليلة لعلها تكون الرحمن يتطلع إليه برحمته وعظمته. من يسمعنا أن لا ينسى هؤلاء، عندنا أيتام والأرامل يفتقدون إلى أبسط مقومات حياة الإنسان التي تقيم صلب الإنسان وسلمها يا رب. دكتور صلاح، عرفنا أكثر وأكثر بأريتريا من حيث المكان والموقع إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية أنا سعيد في قناة الرحمة، وقد أتيت هنا مرة قبل ذلك. نعم. وسعيد باللقاء معك أخ ملهم، وأقول لحضرتك وكل إخواننا المسلمين في كل مكان كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا الصيام والقيام. ولكن من مضمون ورسالتنا في لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر ودورها الريادي على مستوى العالم الإنساني، العالم الإسلامي والعالم كله، أنها تغيث الملهوف وتقف بجوار المحتاج. الحقيقة لما سمعت من أخويا الأستاذ سلطان ما يحدث في إريتريا، يعني حسيت أنه من الواجب علينا أن نقف بجوار إخواننا كما وقفنا مع إخواننا في الصومال، كما وقفنا مع إخواننا في اليمن، كما وقفنا مع إخواننا في سوريا، كما وقفنا مع إخواننا قبل ذلك في البوسنة والهرسك وأفغانستان وليبيا، في كل مكان بفضل وفي كل مكان. وهذه منطقة منسية، وهذا الأمر واجب علينا لكوننا نعلم أن كل إنسان يستغيث لابد أن نقف بجواره. نعم. لأنها لجنة الإغاثة ما جاءت إلا لهذا الأمر، وهذا الدور الريادي للجنة الإغاثة ما هو إلا لأنه هو الدور الريادي لدور مصر الحضاري بعد ثورتها وانتصارها. نعم. وبعد هذه الديمقراطية العظيمة. فالحقيقة أنا حاسس أن احنا من الواجب علينا أن نعلم حقائق مهمة جدا. لو كنا نعرف أن في مليون ونصف إريتري موجود في شرق السودان اللي هي منطقة فقيرة، فكيف يكون حالهم منذ أكثر من 15 سنة وهم مهجرين؟ والآن مطلوب منهم حاجة من اثنين، إما أن يجنسوا بالجنسية السودانية، وإما أن يرجعوا لأوطانهم الذين هم خرجوا منها اضطهادا، اضطهاد سياسي يعني أساسي أفريقي، وإما أن يجنسوا بالجنسية الإسرائيلية، وإما أن يباعوا في الأسواق. والحقيقة أنا شفت التقرير اللي أخونا سلطان جابه، فعلا حياة صعبة جدا، ياريت نشوفه على الشاشة. نعم. ولا غذاء ولا دواء. ونحن نناشد في هذه الأيام الطيبة كل أخ مسلم، وأعلم أن الشعب المصري شعب كريم جواد، يستطيع أن يعطي مما هو يريد وهو ضرورة بالنسبة له، يعطي لأخيه، لأنه يعلم أن المسلم أخو المسلم، وأن المسلمون في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فنحن يعني نريد أن نقف بجوار إخواننا، ونريد أن يعني نحقق هذا الأمر، نفحت لهم آبار، نقيم لهم ملاجئ يسكنوا فيها، نقيم لهم مستشفيات يتداووا فيها، وهذا الدور الريادي بتاعنا. نريد أن نخرج بقوافل إلى شرق السودان، إلى كسلة، سهل الوصول إليهم. نعم، ما في أي مشكلة صراحة في هذا المجال. أستاذ ملهم، في دور لنبغي أن يذكر للتاريخ. نعم. وهو الشعب الأبي، الشعب الكريم الطيب السوداني، حكومة وشعبا على مر التاريخ ما قصروا مع شعبنا، آووهم وفتحوا لهم المجال، لكن القضية طال بها الزمن، والسودان في حد ذاته مشاكل. نسأل الله عجل أن يرد عنهم كيد المتآمرين، ويحفظ السودان من حقد الحاقدين، وعلى وحدته وحدة ترابه. السودان أعطى لنا المجال، لكن وضعنا أصبح فوق طاقة السودان، فلا ينبغي العالم أن يترك هم هذا الروتين على السودانيين. أنا أريد أستاذ سلطان، أريد أن نكون عمليين. يعني الرسالة وصلت للجميع، ولكن نريد أن نكون عمليين أكثر وأكثر. يعني من يريد التبرع إلى آخره سهل الوصول جدا. نحن الدكتور معي هنا موجود، أنا أحب أقول شيء، نحن في إيثار عندنا هدف يا أستاذ ملهم، وهو كيف نوصل رسالة المحتاج. أما وصول إلى هؤلاء الناس، نحن لا يعني نهيئ لأي شخص يريد أن يسير إليهم طريق. حكومة السودان كثر خيرهم ما يعرقل أي مشروع للخير لدعم هؤلاء الناس. المجال مفتوح، والدولة تهيئ الطريق، والسودان آمن مطمئن، ليس كما يقوله الإعلام. فوصول إلى هؤلاء الناس سهل جدا، في شرق السودان في معسكرات قابعين ينتظرون رحمات الرحمن ومحسنين وإحسان المحسنين. فالمجال مفتوح، ما في أي مشكلة، أي متبرع، أي مؤسسة، أي جهة تحب تروح، نحن مستعدين نكون لهم عونا في توصيلهم إلى الأماكن التي يحتاجون. ونحن للعلم يا أستاذ ملهم، منظمة مميزة جدا، منظمة طوعية بحتة،
أنا يعني أشتغل في منظمة هذه منذ نشأتها متطوعا في سبيل أسأل الله أن يستقبل. وعندنا حتى المكتب الذي نديره تبرع لنا من أحد أخواننا الباكستانيين جزاه الله خير، حتى المكتب لا ندفع فيه فلوس، وليس لدينا عمال من يأخذون المرتبات، كله تطوع. كله تطوع. عندنا أخت من أخوات الله يجزيها الخير التي تقوم بمهمة الإدارة المكتب، وهي من الأخوات التي عندها إمكانيات الأكاديمية العلمية، بإمكانها أن تأخذ 4 أضعاف ما تأخذه في الإيسار، ولكنها جائية تقيم الليل والنهار في هذه المؤسسة لكي تقيم هذه الصلب الإيسار وتقويهم، متبرعة من مرتبها 75%، تأخذ ما يقوم صلبها 25%. وغيرها كثير إن شاء الله. عندنا الفريق كله حولنا فريق متطوعين في الله عز وجل، ونعمل عمل نبتغي به وجه نسأل الله أن يكون لله سبحانه وتعالى، وأملنا في الله الكبير من الشعب المصري الأبي الكريم، من الشعب المسلم في كل البلدان المسلمة في العالم اللي سمعنا، من مشاهدين حول العالم، رواد الرحم عندكم العالم كله يشاهدكم، أن يكونوا يدخل السرور على هؤلاء المحرومين في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين. نستقبل اتصالات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أم حبيب. والله ربنا يحفظك على كم أحييت هذه القضية المنسية. الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب. والله والله العظيم بجد إن يعني الكلمات تعجل عن وصف اللي أخونا قاله يعني. فأنا عايز أقول لكل مسلم، أنت اشتريت كعك بقد إيه؟ وجبت لبس بقد إيه؟ إخواتك مش لاقيين. إحنا هنا لو الفقراء كلوا من الزبالة هيشبعوا. هناك ما فيش زبالة عشان ياكلوا منها. فيعني نحس يعني احنا مش هنعدم خيرا، بس احنا بنعدم الاعلام اللي مثل حضرتك يا استاذ ملهم. احنا مش لاقيين حد بيحيي فينا الحاجات دي، ويعني ما فيش في كام واحد بيتكلم على اريسيا. انا عن نفسي اول مره اسمع عنها. فيعني نحس ببعض، ويعني انا مش عارفه اقول، يعني انا مهما اتكلمت انا مش عارفه اوصف. يعني نناقش زي ما احنا قلنا، ولا نعدم خيرا باذن الله. ربنا يكرمك يا استاذ ملهم. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير. عليكم السلام. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلي يا أختي. تفضلي يا أختي الكريمة. وطي التلفزيون. أيوة اسمعيني من التلفزيون. أنا عندي تبرع. وطي التلفزيون يا أختي الله يكرمك. عندي مبلغ أرض. طيب هنقول دلوقتي أرقام. عندي تبرع مبلغ 4000، لو في أرقام أو كده أو حساب. هنقول حالا المطلع. هنقول حالا أرقام التبرع وكل شيء. ما هنقول يا أستاذنا. حاضر. هنقول كل شيء وأرقام مؤسسة إيثار، وهنقول رقم لجنة الإغاثة الإنسانية، كله هيترتب الآن، وهنشوف كل هذا بعد قليل على الشاشة إن شاء الله. أبو حمزة أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ ملهم، وحيا الله ضيفيك الكريمين. أقول مستعينا بالله، لن تكون اليوم بعد اليوم أريتريا منسية يا رب. لن يكون الأريتريون بعد اليوم منسيون يا رب. لقد كان إخواننا في أركان منسيون، لا تسمع عنهم ولا ترى شيئا على الإعلام يمتد إليهم بصلة. فلما فزعت إليهم الرحمة الأبية، جاء الإعلام الآخر يذكرهم على الإحياء، ينقل شيئا مما ذكرته الرحمة. فالرحمة بإذن الله، أقول الرحمة سيري إلى المسلمين المستضعفين، ونحن خلفك سائرين. أيتها الرحمة أنت أم المسلمين، أيتها الرحمة أنت اليد الحنونة التي تحن على المستضعفين. سيري أيتها الرحمة على بركة الله، ونحن خلفك سائرين. لقد كان قبل ذلك الأريتريون والأركانيون وغيرهم منسيون، ولكنهم من بعد اليوم ليسوا منسيون، ما دامت الرحمة بيننا، وما دام آل حسان على الأرض يمشون، وما دام شيخنا محمد حسان يحس وينبض بقلبه نبض الفقراء والمستضعفين. أسأل الله أن يبارك فيكم، وأن يشكر سعيكم، وأن يتقبل منكم، وألا ينقضي رمضان. لا ينقضي اليوم الذي بقي إلا والمسلمون في سعادة بفضل الله، ثم بفضل الرحمة والعاملين فيها. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ربنا يجزيك خير يا أخي الفاضل. والله إحنا ما نعرف عن المسلمين حاجة إلا من خلال القنوات الدينية والإسلامية اللي بتهتم بالمسلمين فعلا. الحمد لله. والإعلام الهادف اللي بيبني ما بيهدمش.
الحمد لله. فسبحان الله يعني احنا لسه انا ما اعرفش حاجه فعلا عن رفيع، الا لسه الحلقه يعني نفتح دلوقتي لقيت حضرتك بتتكلم فيه، فعارض علينا احنا المسلمين لما يكون في اخواننا في مأزق او في احتياج واحنا واقفين يعني مكتوفين الايادي. فسبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حب لاخيك ما تحب لنفسك، اخيك اخيك. الرسول صلى الله عليه وسلم اخى اخى بيننا كل الاسلام، احنا تحت رايه الاسلام سبحان الله العظيم. يعني كيف نعلم او يعني ندرى ان اخواننا يحتاجون الدواء ويحتاجون الملبس او الماكل ونتاخر عنهم؟ اسال الله ان يبارك فيك، ويا ريت حضرتك يعني انا اشوف كل الناس ان انت لما تعرفش خلاص، لكن خلاص انت اختي واخي عرفت خلاص، انت عرفت دلوقتي المأزق، فيجب ان نتحرك ونكون فيه يعني فعل فعلا على ارض الواقع. وعايزه من حضرتك يا ريت تبين الارقام وتشدد على العناوين حالا حالا، اسال الله ان يعطيك عنا خير الجزاء يا رب العالمين. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. نوضح بس استاذ سلطان المشهد اللي احنا شايفينه ونعود لاتصالات مشاهدينا. هذا المشهد هو عبارة عن افتتاح البئر، كان يقف الناس ثلاثة في الطابور. الله عز وجل سخر لنا أحد من المحسنين في مدينة التي يعيش فيها، حكيت له يا أخي ملهم ما لا يزيد عن 7 دقائق، نعم، تبرع ب40,000 باوند يعني لوحده. قال لا يمكن إخواننا يقفون في الطابور في الماء بهذا الوضع ونحن نشر من آخر اللحظات. فالحمد لله هذا كان يوم المهرجان بعد 30 سنة من المعاناة التي عاشوا فيها، افتتحنا هذا البئر لهم بفضل سبحانه وتعالى. الطابور الذي كان 3 أيام انحصر على ساعة واحدة، الآن يأتون الناس يأخذون الماء في ساعة ويعودون إلى بيوتهم. الحمد لله رب العالمين. اتصال آخر، السلام عليكم. طب أستاذنا الدكتور صلاح يا ريت بس نقول الأرقام قبل ما نستقبل اتصالات. وإحنا عندنا التبرعات في لجنة الإغاثة في بنك مصر، والرقم موجود على الكنترول ممكن يوصله. نقول نطلع الأرقام على الشاشة. وعندنا المقرات، عندنا كل مقرات النقابات الفرعية فيها لجنة لجان الإغاثة، ممكن يوصل للنقابة لو في أي محافظة من المحافظات ممكن يروح يؤدي التبرع بتاعه هناك. والمقر الرئيسي في نقابة أطباء مصر شارع القصر العيني دار الحكمة. وعندنا ارقام تليفونات لو حد يعني عايز يستفسر عن حاجه. يعني انا عايز اتبرع استاذنا عشان بس تبقى الامور واضحه عشان ما يبقاش في لبس بعد كده، انا عايز اتبرع لاخواننا في اريتريا في مكان او في صندوق. أيوة. نعم. او في حاجه مخصصه لا لهم حضرتك ولا امر متفرد؟ لا لا، لجنه الاغاثه بيبقى ارقام حسابات وبوصلات وحاجه رسميه. لا انا اقصد اقول ذلك المكان يعني الفلوس دي رايحه للمكان ده. ايوه نعم نعم نعم. أوه. هيكتب كده الوسط ده رايح لاريتريا، هيوصل في رقم حساب ويبقى البند ده بند اريتريا. لو في بنك مصر هيحط نفس الفلوس ويكتب عليها اريتريا، هتوصل هذا الموضوع. انا بتكلم لو عايز يستفسر عن حاجه ثانيه في رقم تليفون سهل جدا يتواصل معاه هيصحح هذا الموضوع. الرقم موجود على الشاشه. 010-151515-85 ما هتظهر على الشاشه الارقام دي، رقم او رقمين 2-7-5-85 دي هذا الرقم على الشاشه. نعم. ممكن يتصل بهم ويعرف هذا الموضوع ويتواصل معنا ونقدر نشرح له القضيه، واذا كان عايز يجي معنا او يعني يشوف هذا الموضوع بنفسه لا مانع لو كانت الامور متاحه والتواصل سهل. انما كل فروع النقابه على مستوى الجمهوريه يستطيع ان هو يصل اليها ويتبرع بالمبلغ اللي هو عايزه، والكلام ده زي ما احنا عارفينه لاريتريا ومينمار وسوريا وكل الكلام ده. لجنه الاغاثه فاتحه ابوابها لهذه الجوانب كلها، هذا الدور ويجب عليها نيابه عن مصر، نيابه عن دوله مصر. جميل. استاذ سلطان عرفنا اكثر باريتريا من حيث الموقع ومكانها والى اخره. اريتريا هي تقع في على حدود في شرق السودان، يحدها السودان والاثيوبيا والجيبوتي. جغرافيتها تقع في 3 مدن هذه في الوسط، وطبعا امتدادها على بحر الاحمر في الجزيره العربيه في بحر الاحمر. مهم جدا استراتيجيتها السياسيه والاقتصاديه والعسكريه على مدى البعيد للمنطقه كليا. فتعدادها يقع حوالي ما بين 4 ملايين إلى 5 ملايين نسمة، جلهم هاجروا يعيشون في السودان وفي الشتات في مختلف بلاد العالم، واللاجئين كذلك يعيشون في الشتات في اليمن من سنة 67، واللاجئين هناك على حدود إثيوبيا وإريتريا. الدولة طبعا كما تعرف كان الاستعمار قابع والدولة استقالت 91، استقلال جاء ولكنه لم تتحقق كل الآمال التي كان تسوي لها نفوس الإريتريين من نداءهم للوطن المستقل الحر.
لكن نسأل الله عز وجل أن ما من ظلم لابد أن يزول يا أستاذ ملهم. الحق لابد أن يعلو والباطل لابد أن يزول، وأن الحرية والعدالة لابد أن تسود للمجتمعات وللشعوب المقهورة التي صراحة الليلة لدي أمل في الله سبحانه وتعالى وفي هذه الليلة المباركة يا رب يا رب. وفي مشاهدي قناة الرحمة، هو شوف الأمل عند الله عز وجل كبير، لكن رواد قناة الرحمة خيرين. الأخت أسأل الله عز وجل أن يجزيها الخير، بدأت بشيء عملي، اتصلت قالت ستتبرع ب4000، أسأل الله عز وجل أن يفتح لها 4000 باب خير في الدنيا وفي الآخرة يا رب. ويجزيها خير الجزاء على مبادرتها. أريد الليلة أن يتسع عندنا الخيرين من أهل الرحمة، أهل رواد هذه القناة والمسلمين حول العالم في مشروع بسيط، أن يدخلوا معنا السرور على الأيتام المحرومين، أن نشعرهم إن لهم آباء. كيف كيف؟ نعم، أن نهدي لهم هدية العيد، أن نكسوهم بالكساء، أن نقول لهم نحن موجودين أمة بخير، عندنا 4000 يتيم، حوالي 500 يتيم مكفولين مع إيسار وبعض المنظمات المتعاملة مع الإيسار، والبقية مع المنظمة التي نتعامل معها في شرق السودان هي الخير العاشر معها. للمناسبة يا أخو ملهم، نحن حتى نوفر الأموال التي نجمعها ما فتحنا المكتب ولا وزفنا الموظفين، بل عملنا التوأم والتنسيق مع أحد المنظمات الكبرى التي تعمل في شرق السودان حتى نوفر المساريف التي نجمعها حتى تصل للمستحقين كما هي، بدون أن يكون لنا أي أدمن كوست أي مصاريف إدارية. فلذلك نحتاج إلى اتصالات العملية. الدعاء شيء طيب، الكلام حلو جميل، لكن هذا الكلام ما حيغطي لي العريان، الكلام ما حيشبع للجيعان. أنا أريد الليلة المشاركة العملية، أن نقول لله يا ربي نحن مع إخواننا، نحن مع أهلنا سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، نحن معهم هم منا، ونحن جزء واحد لا يتجزأ. أريد الاتصالات أن تكون عملية، بأن يكفلوا معنا بكفالة اليتيم ليوم واحد العيد لكي يلبس ملبس لا يتجاوز 40 دولار أمريكي ل4000 يتيم، بإمكان يعملها واحد شخص محسن يعني يساوي 160,000 دولار أمريكي. أقنياء عندنا كثيرين من المسلمين، 160,000 كأنها كوباية شاي بالنسبة له. أتمنى الليلة أن ندخل سعاها لها، وبلقمة العيد نعمل لهم وجبة، نقول لهم هذا ما أتى الله بكم من قناة الرحمة، من أهل الرحمة في ليلة الرحمة في يوم الجائزة الذي سيكون بعد قد يا رب. اللهم أمين. وعندنا مكتبنا الآن فريق كامل في برمنغهام في المكتب الرئيسي ينتظرون الاتصالات، لعل الإخوة يدعون الرقم الرئيسي في بريطانيا، بإمكانهم يتبرعوا مباشرة بيتصل عبر التليفون، أو بإمكانهم يتبرعوا عبر الموقع، أو كمان عبر إخواننا في الإغاثة الإنسانية هنا في بريطانيا في مصر الكنانة في أرض الحبيبة، عبر الدكتور أخونا صلاح والمنظمات التي تجوب حول ربوع مصر. فقط يروح إن شاء الله عبر التليفونات الموجودة عبر فروعها في مصر، يدعو هذا للإريتريا، وإن شاء الله سيسيرنا بإذن الله. لكن أنا الليلة عندي شعور لن نقادر هذه قاعة يا أخ ملهم إن شاء الله، إلا يكون اكتمل هذا الحلم الذي أتيت به من أجله إلى من بريطانيا إلى مكان مهادين إن شاء الله، الله سيتحقق بإذن الله رب العالمين. الأخ علي أهلا وسهلا. حصلنا يا أخي. نعم يا أستاذ علي تفضل. مرحبا يا أخ ملهم. أهلا وسهلا، ربنا يكرمك، كل عام وانتم بخير إن شاء الله، صحة وسعادة. أهلا وسهلا. إذا تكرمت لو سمحت الأخ سلطان ممكن تليفونه أو يعني عايز أتباشر مع في أرتيريا إن شاء الله. طيب جميل، الأرقام موجودة على الشاشة أخي الحبيب، الأرقام موجودة على الشاشة يعني... طبعا يترك رقمه إن شاء الله مع الشيء مع الإخوة في كنتو، أنا أتواصل معه إن شاء الله. أنا جاي بأرتيريا بعد العيد مباشرة إن شاء الله. نعم. عفوا ما سمعتك. ماذا أستاذ علي؟ إن شاء الله بعد العيد أنا ذاهب لأرتيريا إن شاء الله تعالى. جميل، الله الله. جميل. خيرا إن شاء الله. سيترك التلفون أو يعني سيتواصل مع الأرقام اللي موجودة على الشاشة. جميل، يعني أنا أتوقع من كلام الأخ علي أنه سيفعل كثير بإذن الله رب العالمين. لأن أنا يعني أنا أتوقع وكل ثقة في الله سبحانه وتعالى، المشهد اللي احنا شفناه على الشاشة من خلال افتتاح البئر والمياه ومحطة المياه اللي احنا شايفينها على الشاشة، تبرع بها أخ مسلم، تبرع بها أخ مسلم لمجرد أن سمع مأساة أريتريا في 7 دقائق، ونحن نتكلم يعني شوف بقالنا قد إيه. وأنا أتوقع بإذن الله، بإذن الله رب العالمين، إذا كان هذا الأخ المسلم اللي تبرع بمحطة المياه وبهذا البئر اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يخلف عليه بالحلال وأن يبارك فيه وأن يسعده يا رب العالمين كما أسعد إخواننا في أريتريا، أتوقع بإذن الله رب العالمين سيتحقق الكثير، وسيتحقق بإذن الله رب العالمين ونسعد إخواننا وأهلينا وأحبابنا في أريتريا بإذن الله رب العالمين، سنفعل لهم الكثير في هذه اللحظات بإذن الله مع يوم الختام في شهر رمضان
مع ليلة الجائزة، مع ليلة الغفران، مع ليلة الختام. والله تبارك وتعالى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا، والعبرة بالخواتيم. شايفين المنظر، وشايفين التأثر، وشايفين المناجاة، وشايفين السعادة على وجوه إخواننا في أريتريا. تعالوا يلا نتحرك، تعالوا يلا نتحرك، تعالوا نبقى إيجابيين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ ملهم؟ أهلا بحضرتك، اتفضل. والله أنت يعني هتوحشنا والله. ربنا يبارك فيك، اتفضل اتفضل. الله يخليك. معاك حسني من الشرابية. اتفضل يا أستاذ حسني، اتفضل. أنا نفسنا والله لو أعرف إن أنت كنت في الزاوية كنت جيت قابلتك والله العظيم. اتفضل يا أخي حسني، ادخل في موضوعنا. ربنا يبارك فيك. الموضوع يعني يا ريت المسلمين يحبوا بعض. نعم. وأنا بأسر على ضيوفك الطيبين، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله المسلمين هيبقوا بخير بإذن الله في العام الجاي. يا رب يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. وبنحييكم وبنحيي قناة الرحمة. شكرا جزيلا. أستاذ خميس أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ ملهم. أنت بألف صحة وسعادة، اتفضل. وبمسي على ضيوفك الكرام، وبقول لك جزاك الله خيرا على برامجك الجميلة يا أستاذ. شكرا ملهم. جزيلا. وإحنا ما في بإيدينا إلا الدعاء للناس إخواننا في أريتريا وفي الصومال وفي كل مكان. نعم. وبشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ ملهم على برامجك الجميلة طول رمضان متابعينها بصراحة. ربنا يبارك فيك، شكرا ربنا جزيلا. ربنا يجزيك خير يا رب، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب. اللهم أمين. شكرا جزيلا يا أستاذ ملهم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. أنا بقول أبو أنس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ازاي حضرتك يا أستاذ ملهم؟ أهلا بحضرتك، اتفضل اتفضل يا أخي الحبيب. كل عام وأنتم بخير. وأنت بالصحة والسلامة. وطبعا بنرحب طبعا بالاستاذ عمر والاستاذ صلاح الدكتور صلاح. اهلا وسهلا. وبنقول الحقيقه يعني حلقه جامده جدا جدا بصراحه والله. ربنا يكرمك. وان شاء الله يعني باذن الله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدرنا عليه اكيد هنعمله مع اخواننا في اريتريا وغير اريتريا كمان ان شاء الله. ولكن شاء الله. هي الحلقه فعلا بجد شدنا جدا وبصراحة يعني نملك الدعاء وبإذن الله وغير الدعاء كمان إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بصراحة سمولة من أنت حضرتك يعني بأمانة والله العظيم يعني هي مش يعني هو مش يعني هو مش شكر ولا مدح، ولكن أنت تستحق أكتر من كده بكتير. ربنا يكرمك. تستحق أكتر من الامتياز بكتير. أنت راجل بأمانة، راجل على خلق. شكرا وراجل جزيلا. وراجل نحسبك طبعا على الله أحسن من كده بكتير كمان. شكرا والله. جزيلا، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا لحضرتك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. نشكر حقيقة منظمة إيثار وقناة الرحمة. شكرا. على إحياء هذه القضية المنسية التي يعني نسيت سنين طويلة، وحقيقة يعني فعلا قتلتنا السياسة والنظرة السياسية لهذه المأساة. نعم. وإن شاء الله بعد هذه الليلة سنرى الخير إن شاء الله، وبارك الله فيكم إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين نقول إحنا فين من كل ده لما بنيجي دايما في برنامجنا برنامج السهم وفعل الخير اللي بنعمله في شهر رمضان وغير شهر رمضان، لما بنيجي نعرض حالة أو بنعرض مشروع عام بنقول يلا نتحرك، محتاجين 100,000 جنيه ومحتاجين 200,000 ومحتاجين 300,000 ومحتاجين أكثر وأكثر. بتأتي الاستجابة، بتأتي الاستجابة وإحنا في غير شهر رمضان، وإحنا الآن في شهر الإنفاق، في شهر الخير، في شهر البركة. بنقول إخواننا في أريتريا بينادوا علينا، إخواننا بيستغيثوا بينا، إخواننا بيقولوا لنا أنتوا فين؟ إحنا فين منهم؟ إحنا فين الفلوس اللي إحنا بندفعها وبنتبرع بيها وبنتبرع وبنقول إحنا هنشارك في الحالة دي وإحنا هنشارك في المشروع ده؟ ولكن الأمر أكبر، الأمر أكبر من أي حالة، الأمر أكبر من أي مشروع، الأمر أكبر من أي حاجة إحنا بنقدمها. محتاجين إن إحنا نتحرك دلوقتي. مين هيتصل بينا دلوقتي أو يتداخل معنا في كنترول أو يتواصل مع إخوانهم ومع إخواننا اللي منتظرين اتصالاتكم في بريطانيا في مؤسسة إيثار؟ هيقول أنا عليا 100,000. مين اللي هيتحرك دلوقتي ويرفع سماعة التليفون ويتصل بإخواننا في بريطانيا ويقول أنا عليا 200,000، أنا علي 300,000، والخير موجود في البلد والخير موجود في المسلمين؟ مين من ملوك الدنيا، من ملوك الدنيا هيقول أنا هتبرع بمال ربنا سبحانه وتعالى، أنا هتبرع بربع مالي، أنا هتبرع بنص مالي، أنا هتبرع بمالي كله زي الصحابة ما فعلوا؟ سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ إحنا بنقول نتمنى أن نكون مع سيدنا النبي، بنقول نتمنى أن نكون مع الصحابة الأخيار اللي تربوا في مدرسة السيد المختار. هل بالكلام؟ هل بمصمصة الشفاه؟ هل بالبكاء؟
هل وهل وهل لابد أن نكون عمليين. أنا أتمنى أن حد يتصل بي زي ما فعلوا معانا كتير في برامجنا هنا في قناة الرحمة. لما بنقول الكلام ده ويتداخل معي يقول أنا متبرع ب 100,000، أنا علي 200,000، أنا علي 300,000، أنا علي 400,000، أنا علي 1,000,000، مين هيتحرك دلوقتي ويرفع سماعة التليفون ويتصل بالأرقام اللي موجودة على الشاشة الآن ويقول أنا هتبرع ب 100، أنا هتبرع ب 200، أنا هتبرع ب 300؟ لأنه خد بالك الحلقة دي حج علينا يوم القيامة، الحلقة دي حج علينا يوم القيامة، حج علينا، حج على كل فقير قبل أي غني. أنت فقير تقدر تتبرع بجنيه، أنت فقير تقدر تتبرع بخمسة جنيه، أنت فقير تقدر تتبرع بعشرة جنيه. على رأيي الأخت اللي اتصلت وقالت داخلين على العيد، أنت جبت بلبس قد إيه؟ جبت لبس قد إيه وبكام لأبنائك وبناتك النهاردة؟ وجبت لهم قد إيه؟ وجبت حاجات كتيرة علشان العيد وعلشان وعلشان وعلشان. طب بتفتكر إخوانك في أريتريا أنت عملت معهم إيه؟ لما نيجي يوم القيامة وربنا هيسألنا هيقول لنا أنت عملت معهم إيه؟ ماذا قدمت؟ ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ أقول يا رب أنا بكيت، يا رب أنا تأثرت بالكلام، ولكن يوم لا ينفع الكلام ويوم لا ينفع الندم، يوم لا ينفعك إلا عملك الصالح. العمل الصالح إن أنا أتحرك، إن أنا أتبرع، إن أنا أعايشهم، إن أنا أشاركهم. يا رب يا رب افتح القلوب، آمين. يا رب افتح القلوب لكلامنا اللي احنا بنقوله للمأساة اللي الأخ سلطان قالها، يا رب افتح القلوب والحلول العملية اللي الدكتور صلاح قالها، يا رب افتح لنا القلوب في ليلة، في ليلة الغفران، في ليلة الخاتمة، في ليلة العفو، في ليلة العتق من النار، في يوم الرحمات، في يوم البركات. يا رب يا رب افتح لنا القلوب يا رب العالمين. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. تفضل أخي الحبيبي تفضل. أهلا وسهلا. حضرتك بسم الله الأول والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من خلال قناة الرحمة ماشي أنا بناشد جميع المسلمين في كل مكان سواء في أوروبا أو في الدول الإسلامية أو الدول العربية، بناشدهم إن اللي يسمع قناة الرحمة والحلقة دي جميع المسلمين بإذن الله يتبرعوا. الموظف اللي هو بسيط مرتب 500-400 يتبرع بعشرة جنيه بس، الإنسان العادي اللي هو مش معاه مرتب يتبرع بعشرة جنيه بس لو كل أسبوع. وحضرتك يا ريت تقول لنا الخط موجود على الشاشة اللي يتبرع على فين موجود على الشاشة. جميع الحكام العرب والمسلمين يا رب ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم إن هم يسمع الحلقات دي، والناس اللي هم سمعوا يوصلوها ليهم هم، ويقول لهم الحكام العرب زي الملك فهد وزي الرئيس محمد مرسي وجميع الحكام المسلمين يشوفوا الحلقات دي، وعايزين المسلمين يظهر على حقيقتهم ويشوفوا. الايام اللي فاتت صح كانت الناس تتبرع بفلوس، وكانت الفلوس ده هي الله اعلم بيها تروح فين، كانت تتلم ملايين والناس كانت تتبرع بفلوس. احنا حضرتك يا رب يا رب يا رب بسم الله الساعتين لمينا 19,000 ماشي ايام قناه الرحمه تكلمت على الصومال، لما شافوا الناس اللي الواحد ايده كد كده ماشي والناس جعانه مش لاقيه تاكل ولا تشرب، الناس اتبرعت والحمد لله قناه الرحمه قالت لمينا. ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. المسلمين في هذه الايام المباركه يا رب يا رب الله يقدموا ماشي ويظهروا للعالم اللي هو الغربي ان المسلمين يد واحده. نعم. زي ما قلنا في الثوره ماشي الشعب كله ايد واحده. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك. اتصال اخر، السلام عليكم. السلام. الوقت يمر بنا سريعا. اهلا وسهلا. استاذ مولا اهلا بك تفضل. كل عام وانت بخير. طب الصحه والسعاده تفضل. والله يا استاذ مولا انا نفسي انا اتبرع لاخواننا في اريتريا برضك، والله لو هبيع عفش بيته كله يا استاذ مولا. ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. والله العظيم نفسي اروح لهناك يعني، بس عايز اعرف بس دلوني على ننسقوا ازاي يعني نروح. الارقام يا اخي الحبيب لكل احبابنا لكل مشاهدين الارقام، بس نتابع الشاشه صح، الارقام موجوده على الشاشه، رقم الحساب في بنك مصر موجود على الشاشه، ارقام الاغاثه الانسانيه في نقابه الاطباء موجوده على الشاشه، الارقام والايميل لمؤسسه ايثار في بريطانيا موجود على الشاشه، نتابع بس الارقام والتفاصيل اللي موجوده كلها على الشاشه ونتواصل معهم باذن الله رب العالمين. الاخ اللي بيقول ان احنا جمعنا في حلقه 19,000، لا انا عايز اقول لك ان احنا في حلقات كثيره بفضل الله رب العالمين قبل بدايه شهر رمضان جمعنا اكثر من 300,000 جنيه لحاله في ربع ساعه،
نقدر نتحرك ونقدر بقول زي بقول نبقى إيجابيين. أستاذ سلطان محتاجين إن إحنا نقول بقى في النهاية لأن الوقت يمر قدامنا دقائق، محتاجين نقول إيه في النهاية؟ والله شوف يا أخي ملهم، ومن يستمع إلى رسالتي، هي معاناة، هي رسالة، هي عامل إنساني وعملية إنسانية. نحن منظمة هدفنا تبليغ الناس الرسالة. من يستمع فهو مسؤول من الله سبحانه وتعالى. نحن ليس نهاية هذه اللحظات. إخواننا قاعد يعرضوا تليفونات مكتبنا في بريطانيا وتليفونات إخواننا في قاسم الإنساني هنا في القاهرة، فالناس يتواصلوا معنا. معاناة هذه مر عليها أكثر من 40 سنة. أسأل الله أن يفرج عنا، ما أدري متى حتنتهي هذه المعاناة. فلذلك أنا أهيب صراحة، أنا هدف الذي أتيت لأجله الليلة، إن لم نجمع كل ما تطمح إليه نفسي، ولعل إن شاء الله ممكن إخواني يكون يتسوى إلى بريطانيا في مكتبنا الرئيسي، يا رب يا رب يكون يبشرون، وإن شاء الله إذا سمعت خير أنا أرجع أكلمك حتى تبشر الناس إن شاء الله تعالى. يا رب وأنا لي أمل يا رب نسمع الخير ونقوله بكرة غدا إن شاء الله. عندي أمل في الله سبحانه وتعالى إن خيرين يتسوى على بريطانيا يتبرع مباشرة، وأنا أتسع عندك يا أخ ملهم لكي تبشر أهل الرحمة لن يخذنا في هذا الموقف إن شاء الله. ولكن هدف الذي أتيت من أجله معتمد على صحته بأن الرزق يا أخي ملهم بين يدي الله عز وجل، هو الذي يعطي والذي يمنع. لكن هدف الذي جيت من أجله بأمانة أن أكون في غناة الرحمة وفي ليلة الرحمة وفي ختام رمضان أن أبلغ رسالة المنسيين. شعب إريتري يعاني في الداخل وفي الخارج، مسؤولية الأمة شعوبا وحكومات أن لا تتخلى عن هذا الشعب. شعبي يستأصل من جذوره في كل المجالات، ولا أريد أن أفصل في هذا والعقلاء يفهمون بالإشارة. وضعنا وضع صعب جدا، وضعنا صعب جدا، يحتاج دعم إنساني، يحتاج دعم سياسي من جانب السياسيين. والحمد لله اليوم معي دكتور صلاح ممثلا في نقابة الأطباء قسم الإغاثة الإنسانية، بقوتهم بالله عز وجل وبكم في قناة الرحمة نريد أن نستمر في الحملة وإحياء هذه القضية التي أصبحت منسية لكي يتفاعلوا معنا إخواننا المسلمين وغير المسلمين حول العالم. لذلك أنا أهيب بقناة الرحمة أن تستمر معنا في هذا المجال. أهيب أخي محمود الحسان إن شاء الله، إن شاء الله. الذي يتحلى المجال، وشخصك الكريم الطاقم المبارك في هذه القناة أن يعطي لنا مجال أكثر وأكثر بعد إن شاء الله تعالى، أن يكون عندنا حملة موسعة أن نحيي قضية أن نجعلها جزء من حياة المسلم حيث كان، أو جزء من 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 حياة الإنسان حيث كان، لكي يعلم هناك من يعاني أكثر من 40 سنة ومعاناته مستمرة. ثقتي في الله يا أخي ملهم ليس له حدود. نحن بدأنا هذا عمل معتمدين على الله عز وجل، ولن نيأس ولن نمل أن نذكر الناس، لأنه في نهاية المطاف وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما نعطي نحن هذا فدايا لطعامنا، بل هذا حق أوجبه الله عز وجل على المقتدرين للضعفاء والمساكين، فينبغي أن نقف بواجبنا تجاههم قبل أن يعلق هؤلاء الناس برقابنا يوم القيامة. وأرقامنا عندكم موجودة في الشاشة، وأرجو إخواني يكررها موجودة ويتكرر الموضوع هذا. هذه رسالة التي أقولها صراحة لعل الدكتور له إضافة. نعم، كلمة أخيرة دكتور صلاح. والله ما قاله أخويا سلطان هو الذي نريده. إذا أتتنا الأموال سنقوم فورا بإغاثة إخواننا في إريتريا، وستقوم قافلة من لجنة إغاثة إنسانية تعمل مشفى طبي وصحي، نحاول إذا كانوا يحتاجوا أبار نعمل لهم أبار، ونقوم بهذا الجزء الإنساني عندما تأتي الأموال، لأن نحن مستأمنون على الأموال الذي يتبرع بها الناس، فإذا وجهوها إلى مكان فسنتجه إلى هذا المكان. وهذه الدعوة الذي قالها أخويا سلطان نحن على تم استعداد عندما تأتي الأموال، ونحن نقابلنا ونشارككم فيها بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. ونتمنى من قناة الرحمة تتبنى لجنة إغاثة في هذا الأمر، خدمين دائما بإذن الله رب العالمين، نسعد بكم دائما. وفي النهاية نذكر بقول أحد الصالحين حينما قال: لقمة في بطن جائع أحب عندي من بناء جامع، لقمة في بطن جائع أحب عندي من بناء جامع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا القلوب يا رب العالمين. التبرع والأرقام وللتواصل الأرقام موجودة على الشاشة منذ أن تحدثنا. في النهاية مشاهدينا الكرام بستأذن حضراتكم، وإحنا معنا سؤال يوم في البرنامج، يوم رحلة عمرة ويوم آخر جوائز مالية. النهاردة كان سؤالنا عليه خمس جوائز مالية، حسنا حضراتكم هنختار خمس أرقام من الأرقام اللي هتظهر على الشاشة أيا كانت. كان السؤال: من هي الزوجة التي تزوجها النبي بكرا؟ من هي الزوجة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا؟ الأرقام موجودة على الشاشة معنا من رقم 1 إلى رقم 749 إلى رقم 749. اختار لنا رقم أستاذ سلطان والدكتور صلاح.
الأرقام موجودة على الشاشة. نعم 150. طيب نختار 150. بسم الله 150. نشوف مع بعض. والإجابة، الإجابة السيدة عائشة رضي الله عنها. نقول أحمد، أحمد محمد، أحمد محمد. طيب نختار رقم آخر أستاذ سلطان. 67. 67. بسم الله. الزوجة التي تزوجها النبي بكرا السيدة عائشة رضي الله عنها. أحمد محمد، أحمد عباس. أحمد محمد، أحمد عباس. تمام نختار رقم آخر أستاذنا. أنا أختار الماء لأن إحنا فعلا الناس كابن الماء لا تجد فيها راحلة، فأنا طيب. أختار 100. 100. بسم الله 100. محمد جابر، محمد كامل. تمام ده 3. يبقى لسه معنا 2. نختار رقمين كمان أستاذنا. 40. 40. نجيب 40. بسم الله أسماء أحمد كامل. أسماء أحمد كامل. نختار آخر رقم بقى. 25. 25. 25. جنى محمد. تمام يبقى كده معانا 5 فائزين. الرقم الأولاني اللي هو كان رقم 150 أحمد محمد، أحمد محمد. الرقم الثاني كان 67 أحمد محمد، أحمد عباس. الرقم الثالث 100 محمد جابر، محمد كامل. الرقم الرابع 40 أسماء أحمد كامل. والرقم الخامس والفائز الخامس جنى محمد. دول 5 جوائز و5 فائزين معانا، بنقول لهم ألف مبروك، وإن شاء الله سيتم التواصل معهم من أجل أنهم يأتوا لنا ويتسلموا الجائزة غدا إن شاء الله. لو تسمح لي، هؤلاء الذين اخترناهم وفازوا بهذه الجائزة عليهم واجب أن يهتموا بقضية التي نحن كنا أحيناها الليلة، فليكونوا سفراء لإحياء هذه القضية المنسية، فلهم أجر إن شاء الله تعالى. يا رب نترك لهم الاختيار. نعم فلا ينسونا، نحن اخترناهم، فمن حقهم علينا أن يتواصلوا معنا، يدعمونا في القضية هذه. نترك لهم الاختيار بإذن الله. ربنا يبارك فيك، ربنا يعزكم، وإحنا سعداء بيكم وبنشكركم شكرا جزيلا. شكرا. وربنا يكرمكم ونسعد بكم دائما إن شاء الله. شكرا الله خير. الأخ الحبيب الشيخ سلطان عمر، مؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة إيثار للإغاثة البريطانية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور صلاح الدسوقي الأمين العام للجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، في النهاية بنشكركم شكرا جزيلا، بنقول يا رب يا رب اجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله. ما أحلى الحديث عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من الحديث عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وألا يحرمنا من التواجد والتشارك دائما والتعاون وفعل الخير مع الفقراء والمساكين والمرضى والأيتام والمسنين. يا رب يا رب، وكل من يحتاج إلينا يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من هذا الفضل ومن هذا الخير دائما يا رب العالمين. في النهاية أقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البرنامج مرة أخرى في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله. أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك ربي يا رسولا للورى، يا من بفيضك يرتوي الظمآن، يا من بسنتك العظيمة نهتدي، والشرع فينا أيقظت في